طيب بالمناسبة برضو من ضمن التفاصيل الرمضانية اللي ثابتة من قديم الأزل، هو الحقيقة الكلام اللي هتكلم مع حضراتكم فيه لا ينطبق عليا بأي حال من الأحوال، يعني أنا الوحيد اللي فعلا ماليش حق إن أنا أتكلم في ده، ولكن يعني أنتوا مش أغراب، دينا مع بعضينا. يعني فكرة إن كلنا بنشتكي دايما أو معظمنا، عشان يبقى كلام دقيق، معظمنا بيعاني دايما في رمضان من تفصيلة الإفراط في الأكل، يعني بناكل زيادة حبتين. طب الكلام ده بيحصل في شهر رمضان اللي هو المفترض ان هو شهر الصوم، والمفترض ان احنا المفروض ان احنا نكون بنخس نوعا ما، وخصوصا الناس اللي حاطه الهدف ده لنفسها من اول رمضان، المفروض ان احنا نستغل هذا الشهر الكريم عشان اللي وزنه زايد حبتين يعني ينزلهم. على كل الاحوال احنا سالنا الناس سؤال بسيط جدا، خسيت ولا وزنك زاد في رمضان؟ ولو كان وزنك زاد، زاد قد ايه؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم اجابات الناس كانت عامله ازاي. اتفضل. أكلي مش باكل سكريات كتير، ممكن بحب الأملاح شوية بس يعني في الطبيعي، فأنا عشان كده بقولك كل حاجة بتتحسب على يعني حسب الظروف يعني. بس هو طبعا زاد يعني، فلو زاد ممكن نقول مثلا 3-4 كيلو كده ولا حاجة. أنا أصلا بروح لدكتور دايت ومتابع معاه وبيديني أكل معين بمشي عليه في الفطار وفي السحور، وأنا قليت 5 كيلو من أول رمضان لحد النهاردة. بنحسب وبنحاول بقى نخسس اللي زدناهم إن شاء الله. بحاول أتمرن، ورمضان صعبة طبعا شوية عشان فرهدة وكده بعد الفطار، بس يعني بحاول أفطر حاجة بسيطة وأتمرن وأرجع أكل على طول. هو أنا ما حسبتهاش بالظبط، بس هو زاد شوية بسبب الحلويات والحاجات، الكالوري زادت قوي. بس عامة إحنا في رمضان بنحاول إن إحنا نعمل أكل صحي لحد ما، بس العزومات طبعا بتبقى كتير والمحشي والحاجات دي كلها، فكل ده بيزود الوزن. لا هو ما زادش وما قلش يعني زي ما انا ثابته لغايه دلوقتي، يعني طبيعتي العادي يعني مش بزيد في رمضان. لا مش بحسب، بس بقلل دايما في رمضان عشان وزني يظبط يعني. لا في رمضان الواحد وزنه بيقل شويه لان هو كميه الاكل اللي بياكلها بتبقى اقل، فتره الصيام بتبقى طويله ويبقى معظم الوقت بيشرب سوائل وحاجات خفيفه، فده بيساعد ان الوزن يبقى مظبوط الى حد كبير. معلش انا اللي قال ان بنحاول على قد ما نقدر نعمل اكل صحي انا مش مصدقاك. ما بيحصلش يا باشا، ما فيش سفره في مصر بيبقى عليها اكل صحي مع احترامي. لا والمحشي اللي بيتم ذكره دايما قاسم مشترك في كلام الناس. في اكل رمضاني اصلا ما بيبقاش طبعا موجود يعني في السنه على اي سفره الا نادرا، بس في رمضان السمبوسك. صح. الكاليلوني. لا كاليلوني مش في كل في رمضان. لا السمبوسك معانا دايما. لا في رمضان دايما المحاشي دايما بتلاقيها. طبعا يعني اكتر من الكانيلوني. يعني مش عارفه يعني ليه. طب بقول لك استني تعال نروح بعيد ليه، انت حصل معاكي ايه في رمضان؟ زدتي ولا حافظتي على وزنك ولا خسيتي؟ انا حاسه خسه. انا خسه سيكا. انا خسه سنة. صح. بص انا معرفش ليه فعلا ما باكلش كتير وده مأثر عليا، يعني انا حاسه فعلا ان انا دايخه، بحس دايما ان انا دايخه بعد رمضان. ف انا نازل 3 كيلو بالتمام والكمال بعد الفطار في اسبوعين. 3 كيلو؟ 3 وانا عندي كام 3 كيلو عشان انزل ال 3 كيلو دول؟ قعدنا نحاول نتخنك طول السنه. لا خلاص رمضان. بصي انا برضو كنت يعني جات السيره في حلقه من الحلقات قبل رمضان كنا بنتكلم على رمضان الناس هيحصل ايه على صعيد الاكل، قلت لك انا دايما بخس في رمضان وقت انا عندي كلمتي. انا هوانا انا لما بوعد بوفي. انا هوانا ماشي. انا اتسحر جامد النهارده. ربنا يبعد. نشوف الشيف محمد يتوصى بيك النهارده. ان شاء الله.